الفنان عبد الفتاح المزين، اهلا وسهلا فيك عبر فوشيا، نورتنا. يا ميت اهلا وسهلا. يعني لازم هلا انا اقول لك كثير شكرا، دائما انت عم تستقبلنا ببيتك وتستضيفنا، يعني بكل رحابه صدر بدي اقول لك كثير شكرا لك. يا ميت اهلا وسهلا، ما في شيء من واجبكم، يا اهلا وسهلا. خليلي. بتنوروا. بما انه نحن اليوم ببيتك، شو اكثر زاويه بالبيت بتحسها لها خصوصيه عندك وبتحب انه انت تختلي فيها؟ كله. مثل يعني مثلا اول كل شيء، لانه هذا البيت بنيته بايدي انا ومدامتي، يعني ومدامتي تعبت كثير فيه لسبب كل قطعة فيه إلى ذكرى عندي. بس بشكل عام يعني أكثر مكان برتاح فيه هو هالمكان اللي قاعد فيه أنا هلأ، يعني قدام ذكرياتي مع البيت وذكرياتي مع الجوائز ومع الامتيازات ما مع التقديرات، يعني بضل يعني أنا وقاعد بترجع فيني الذكرى دائما للأيام الخوالي، بكون كثير سعيد ومبسوط. كيف عم بتكون العلاقة بينك وبين العائلة؟ يعني نحن بنعرف انه عبد الفتاح المزين اغلب وقته هلا بالفترة الأخيرة عم بيكون متواجد بالتصوير، كيف عم بيتم يعني انه هذا الوقت انت تقدر تستثمره صح بالبيت مع عائلتك؟ والله لأقول لك شغلة، يعني هلا مو نوع من باب المديح، يعني هذا الفضل بيرجع لمدامتي الحقيقة، يعني هي مستوعبتني ومستوعبة ظروفي ومستوعبة شغلي لسبب يعني مريحتني من كل النواحي، يعني بشكل ما تخليني أنا بيني وبين نفسي حس بالتقصير أو بتأنيب الضمير. نسقين أنا وياها، يعني هي بتعرف طبعي، أنا وقت بيصير عندي شغل في إلي سلوك معين، أنا وقت بيجيني الشغل بنعزل عن العالم لمدة شهرين الحد الأدنى، لا بتروح زيارات لعند حدا ولا بيجي لعندي حدا، وضل قاعد متفرغ فوق بمكتبي ومرسمي وبضل قاعد عم بشتغل. إذا نقصني شيء بحاكيهم على الموبايل، ببعثوا لي مثلا بدي قهوة بدي كذا بدي مدري شو، كل شوي شوي مدامتي بتشق علي أو بنتي لبنى الله يرضى عليها أو في راسه وقت بكون هون موجود، يعني بيطلطلوا علي، بس أنا بكون منعزل فوق عم حضر الشغل. هل قبل حضرتك ما تجي كنت قاعد عم حضر وتخبرتيني؟ الله يعطيك العافية يا رب. فتقريبا الظرف تبعي بالأول بالبدايات يعني كان متعب شوي، لأنه ظروفي غير ظروف، على فكرة أنا مدامتي أنا بنت ابن عمي اللزم، يعني بجوز ما كانت بالأول مستوعبة طبيعة عملنا، بس مع مرور الزمان هلأ مرتاح جدا وهي مرتاحة، وبتمنى دائما أنه والله العظيم بحس بثاني بالضمير بيني وبين حالي، لأنه هي صحيح هي مقدرة ظرفي، بس كمان هي في لها حقوق، هي يعني شو ما عملت اتجاهها بحس حالي مقصر. بما أنه كنا عم نحكي عن مدامتك الله يخلي لك ياها يا رب، يعني ومنعرف يمكن تقدير الظروف دائما الفنان بيكون في معه شغلات تانية اللي هي العلاقة بالغيرة، يعني الغيرة الزوجية مثل أي امرأة. نعم بالمجتمع. نعم نعم. قديش كانت هذا الموضوع عم بتحاول أنت أنه موضوع حساس أنك تقدر تتلافى صح؟ والله شوفي لك بالبدايات يعني، بس يعني أنا يعني عفوا إن شاء الله يكي الله يطول بعمره، أنا صار لي متزوجة 45 سنة، يعني بالبدايات من 4-5 سنين الأولى للحد 10 سنين كنا نعاني شوي من موضوع هي الفكرة، يعني بس أنا مريحة، يعني أنا بإذن الله صادق بحياتي وصادق بعلاقاتي وصادق بشغلي وصادق معها. نعرف علاقتك بلبنى الله يخلي لك ياها يا رب، يعني يمكن تماما نحن بكل تواجد معك كنا سابقا باللقاءات دائما لبنى إلى وضع خاص عند الأستاذ عبد الفتاح، ليش يا ترى يعني لبنى أخذ هذا الحيز من قلبك مع أنه ما شاء الله عندك 3 أولاد؟ الله يسلمون يا رب. هو أول شيء لبنى لأنه هي وحيدتي، يعني ما عندي بنتين أو 3، أنا عندي شابين الله هيك يرضى عليهم، وهي البنت البكر، بس هي يعني هلأ صدقا يعني مو لأنه بنتي أنا بحكي، أنا بنتي رفيقتي أكيد رفيقتي، يعني بعدين أنا يعني بحسها فعلا أمي الثانية، يعني هلأ لبنى بيجي على البيت أو مثلا جاي بالتصوير أو بأي ظرف كنت فيه، يعني علوما بتفهم علي، يعني من رفة العين تفهم علي، ذكية جدا مستوعبة جدا حالتي النفسية والثقافية والفنية وإلى آخره، وبتراعي ظرفي. هاي السنة هي يمكن مرت صعبة على الكل، بس كيف مرت عليك أستاذ عبد الفتاح؟ ويا ترى كل الأمنيات اللي كنت ناطرة بسنة 2023 حققتها؟ هو بيموت الإنسان وما بيحقق الأمانية أكيد طبعا، يعني بس إلا ما يكون كم أمنية مرقوا. طبعا يعني هو الحمد لله رب العالمين، هو شيء على الصحة
الحمد لله صحة تامة وعظيمة بإذن الله تعالى، وهذا فضل من رب العالمين. الشيء الثاني إني أنا مو مقل بأعمالي، أنا انتقائي بأعمالي من فضل رب العالمين. بالسنة هي يعني إجتني الأعمال اللي أقرب شيء لمطامحي كفنان يعني. كنت كتير سعيد وبيني وبين نفسي وقت بخاطب رب العالمين بشكره، بحس إنه عم يعطيني أكثر ما بستاهل. لا خلينا نحن عم نحكي بكل فرح وبكل حب، نحن متعودين عليك على أنك أنت صاحب الطاقة الإيجابية. دمعت فرح من رب العالمين لأنه يفضل علي الحقيقة. آمين يا رب، إن شاء الله يا رب هيك بتضل بصحتك وعافيتك. الله يسلمك. نحن بنعرف موسم رمضان لهي السنة هو حافل جدا عندك أستاذ عبد الفتاح، وأكيد رح نبلش من مسلسل صديقات. خبرني هاي الشخصية قديش رح تكون مختلفة، يعني مسلسل صديقات عامل ضجة على السوشيال ميديا. والله لأقول لك شغلي، أنا عامل بهي السنة ولو أنه بدي هيك شوي أسهب بالكلام، عامل أنا كم عمل يعني. أنا ما بحب الخماسيات والعشاريات، بس عملت مع الأستاذ يزن شربجي وعملت مع الأستاذ إبراهيم قاسم من لبنان، النصوص حلوة يعني. وعملت العام الماضي طبعا ما وقتها ما تسوق العمل، كان كنا ما مخلصين تصوير بكانون. وعملت السنة الصديقات مسلسل، وهلأ عم صور بيت أهلي مسلسل آخر. خلينا نحكي عنهم شخصية شخصية شخصية. أيوة. صديقات، شو رح الصديقات تحمل المفاجأة؟ يعني إذا بدي أحكي بحس إنه لازم ما أحكي الحقيقة يعني، خليه هو مفاجأة للناس. بس كاختصار للفكرة يعني، إذا طلع العمل مثل ما اللي متصوره بكون هذا أحلى عمل عملته بحياتي. الشخصية رح تحمل شر، رح تحمل خير، رح يكون حدا يعني. نحن بنعرف المسلسل عم يتحدث عن بنات الملاهي الليلية. نعم. ولكن بالجانب الآخر قديش رح يكون في وقع لشخصية عبد الفتاح المزين بهذا الموضوع؟ هو اللي حفاجئك بشغله، هو أنا نازل فيه ضيف بالعمل يعني. دائما الضيوف بيعملوا هاي البصمة الحلوة. هو أنا بالعمل ضيف، بس دور اللي أنا عامله هذا يعني. طبعا من وجه تحية للدكتور زهير رجب، أكيد طبعا يعني كل التحية والمحبة والاحترام، لأنه فعلا كان رائع بتنفيذ الدور أنا وياه سوا يعني. كنا عم نشتغل بشغف حقيقة. الشخصية كتير صعبة، أصعب شخصية بالعمل كانت هي يعني، معقدة جدا يعني. حتى بذكر ولو أنه هي فيها شيء من المباهة، بس والله ما بيعني المباهة. وكانوا يسألوا أنه لمين بدك تجيب هذا الدور يعني، هذا مين يعني؟ قالوا رح أجيب لهذا الدور غول بيعمله، ما قالوا عبد الفتاح مزين. دور جميل جدا، ملون أسود، بآخر لحظات حياته بيصحى ضميره. حلو. باختصار جديد يعني، صاحب الضمير بس مفجع. رح يكون تراجيديا يعني. رح يكون في كونتاك كتير بينك وبين الراقصات؟ لا بعيد عنهم. الراقصات هن إخواتي بيكونوا. حلو. أيوة يعني عفوا، مو موضوع إخواتي وبس يعني، بس في من بيناتهم واحدة بنت اللي هي أختي اسمها هنادي. طبعا بوجه تحية كتير عظيمة للزميلة والحبيبة واللي هي بعتبرها مثل بنتي، إمارات رزق. كانت عظيمة جدا 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 يعني، مشاهدة معي مرعبة وصعبة جدا. وتصور يعني حضرتك أنه ممثل بيكون كل مشاهده معك دموعه على عرض خدوده، هيك كان دورها يعني. بين مسلسل صديقات يلي عم يحمل هي الشخصية اللي رح تكون مفاجأة للكل، وبين مسلسل يلي عم بيكون من إخراج تامر إسحاق عمل بيئي شامي حمل عنوان بيت أهلي، خبرني قديش رح يكون في فرق، وقديش رح يكون كمان في مفاجآت بشخصية بيت أهلي. أي صحيح. وكل شيء كمان طبعا أنا بوجه تحية للأستاذ تامر إسحاق، هذا حبيب قلبي وصديقي ورفيقي. طبعا الدور ببيت أهلي دور مختلف كليا، بتحسي يعني من شاكلة زاهي أفندي بس لون آخر. حلو، اشتقنا يعني لزاهي أفندي. أيوة. يعني مو زاهي أفندي، صبحي بيكون. حلو. إيه كاركتير جديد يعني، مختلف تماما كليا عن زاهي. شخصية ملونة، محربة، محتال، نصاب، بيحكي بالوطنية، هو خائن، بيضحك على العالم، بيشكل ثروة، هو كان فقير بيسوى نص فرنك، بيتبوأ مراكز مع الفرنسيين، وبصير بيك من البكوات المعتمد عليهم بهذيك المرحلة على زمان أيامات الله يرحمه عبد الرحمن شهبندر يعني.
شخصية مركبة جدا يعني، مركبة جدا وملونة، وإن شاء الله بتعجبكم يا رب. إن شاء الله. اليوم قد إيه الأجر المادي ممكن يلعب دور بقبولك لأي عمل درامي ممكن ينعرض عليك؟ هو لأقول لك شغلة، أنا مثلا بهذا الوقت نحن صرنا عم نحكي، طبعا أنا مقدر ظرف بلدنا والوضع الاقتصادي اللي عنا، ومقدر ظرف كمان المنتجين اللي أنا بتوجه لهم بالشكر فعلا، يعني أنه بالمرحلة الصعبة هي عم ينجوا وما وقفوا، وعلى رأسهم وللحقيقة بدي أقولها الأستاذ محمد قبند اللي في كتير ناس بنتخذوه، بس أنا معه أنه هذا الرجل ما وقف بالأزمة. أنا بوجه له تحية كتير كبيرة فعلا من القلب، لأنه الظرف كتير صعب للإنتاج. نرجع لموضوع الأجر، أنا بقدر أنه أنا مثلا بطلع على برا بقبض بالدولار، أعطيكي رأي، والمبلغ اللي فعلا اللي بدي إياه، وفي مثل ما بقولوا حبة مسك. هون أنا بقدر ظرف بلدي، يعني أنه إذا أردت أن تطاع فاطلب ما يستطاع، أعطيكي. يعني الحقيقة أنا مثلا مثلا ببيت أهلي أو والله بالصديقات فعلا حسب الظرف البلد مكرميني الحقيقة بالدفع. ما بيصير يعني ما بيكون ممكن يكون عندي رد إلا أنه أقول لهم شكرا، وإن شاء الله أنا أكون عند حسن الظن عنكم. يعني ممكن أحيانا يضطرك موضوع الأجر المادي أنك تعتذر عن شيء عمل، أنه ما إيه؟ توصلوا لحل أنت والشركة المنتجة؟ إيه وارد يعني، لو يعني كان الدور حلو؟ إيه ولو كان الدور حلو، لأنك أنا أولا أنا بأواخر الأمر، هي أوي هي شغلي، ما عاد عندي هذا الشغف انه والله بدي اعمل دور حلو مشان انا والله بدي اطلع على مهرجان وبدي اخذ جوائز وبدي اشوف كل شيء اخذه، يعني ما عاد فيه. هلا صار عندي انا الشغف اني اعمل دور للمزاج، اني انا مثلا كفنان تشكيلي او درامي اعمل عمل لنفسي اتمتع فيه انا. هلا بجوز الناس الى حد ما تتمتع فيه كما يجب، بس انا عم بتمتع. اليوم نحن بالفترة الأخيرة صار عم ينطرح موضوع الدراما المعربة، نجوم كتير سوريين ولبنانيين عم يتواجدوا بهاي الأعمال. أول سؤال لحضرتك، ممكن أنت إذا نعرض عليك تتواجد بهاي الأعمال، وشو رأيك بنوع هيك من الدراما؟ رح أقول لك شغلة، أنا لي رأيي بهذا الموضوع. الحقيقة طبعا هلا بكون في دور جميل، وين ما كان بكون دور جميل يعني، وأكيد يعني واحد ما بيقدر يقول عنه مو جميل، بس أنا يعني من حيث المبدأ مالي مع الأعمال المعربة، لأنه بالحياة في مواضيع مليارات المواضيع. يعني فرضا أنا شايف أعمال بتركيا، أعمال جميلة جدا ومذهلة، واحد منهم اسمه في الداخل، يعني هذا العمل بالذات أذهلني قد ما كانوا عظيمين الفنانين، النص جميل، إخراج جميل، ممثلين رائعين. أول مرة بحياتي أنا مسلسل بشدني على عدد الثواني تبع عرضه يعني. بس بقى أنا إذا فرضا إجيت عملت عمل مثلا في بيروت، ما بعرف شو اسمه عمل عروس، ما بعرف يعني طيب حلو، بس ايش حتى انا اجي قلدك او اعمل شيء انك انت عملتيه ضد الاستنساخ انت. ايوه بدك شوفي اي عمل، ان كان بجوز انا اعمل عمل معرب بجوز يكون اقوى من العمل الاساسي، بس بتضلي انت بتقارني انه والله هون عبد الفتاح هذا الدور بدور فلان، دائما بتضلي بتقارني هالعمل مع العمل المعرب لسبب بتضيع هويته، أنا مو معها. طبعاً أنا إذا جاني عمل محترم وظريف وبقدر أنا أقول بيني وبين نفسي، لأنه أنا إذا ما قدرت بيني وبين نفسي قدرت أنفذ أفكاري واجتهاداتي حول أي شخصية ما بسوي العمل. أنا بقول دائماً أنه أنا بإذن الله، بقول دائماً يرضى الله والوالدين ورب العالمين، أنه الله بيقدرني دائماً أني أعمل شيء مختلف بشتغل. اليوم لما حدا بيزعجك أو بيضايقك كيف بتتعامل معه؟ ممكن تردى لنفس الغلطة بالغلطة، أو ممكن تسامح، أو ممكن تنسى؟ والله أنا من الناس اللي ما بدي أمدح بنفسي، أنا مسامح قد ما كان الغلط كبير حقا، أنا صار معي أخطاء زملاء من زملاء طبعا بوجه لهم كل محبة واحترام، اللي أنا عم بحكي من خلال هذا الموقع اللي عم بحكي مع حضرتك. في كتير أمور صارت معي كتير غيري بيتعامل معها بأسلوب آخر، أنا كنت مسامح لأنه ما عاد يعني هذا السجال ما له معنى. بتحاول تتحاشى الوسط الفني زملائك؟ مو اتحاشى، أنا يعني من 20 سنة وجاي خففت من علاقاتي مع الزملاء. هلا هدول اللي موجودين بالوسط الفني زملاء مو أصدقاء، أنا بحترم الجميع وبحب الجميع وبتمنى لهم الخير، وصدقيني وجلال الله حتى من ضمن الناس اللي أساءوا لي والله هي بكسر الهاء برشحهم لأعمال أنا ما بكون مشارك فيها، بس بحس إنه هذا الرجل ضروري يكون بهذا المكان لأنه هو الصح. يعني أنا بعمل اللي علي، أعطيك روحي،
والباقي على رب العالمين. اليوم لما أنت بتطلع من البيت شخصيتك هي جدا معروفة بالشارع نعم. السوري وكل نعم. الجمهور بيحبك ويمكن نعم. إذا شافك رح يطلب معك صور أو يوقف يحكي ايه معك أيوة. تمام. تضطر أحيانا أنه أنت ممكن تتنكر يعني نلبس كاسكيت نظارات مشان أنا ما حدا يعرف أنه أنا عبد. أعوذ بالله، بالعكس أنا أولا ما بتصوري فرحي وسعادتي وقت الناس بينادوا لي زاهي. هلا في نص العالم ما بيعرفوا اسمي عبد الفتاح، بيقولوا لي زاهي، زاهي بيك، زاهي أفندي، مدري شو، كون عم ببنزين أو بالشارع أو بمكان مطعم مكان عام، كتير بفرح. وياما يوميا وبنزل، بقى أنا بحب المشي، أنا بحط سيارتي بنادي بردة وإذا بدي أنزل على البلد بمشي مشي، بصادف الناس كلها على الطريق وبصوروا معي وبصور معهم ما عندك مشكلة. أعوذ بالله، يعني لألك شغلي، يعني هلا نحن الفنان بلا جمهور هي نقطة كتير مهمة، لا فنان. أستاذ عبد الفتاح أكيد يتشكرك دائما، نحن منكون مبسوطين لما نتواجد معك، إن شاء الله يا رب هالسنة تحمل لك كل الخير والفرح ويكون موسم رمضان عليك كله فرح وتبريكات يا رب. شكرا اليوم على تواجدك عبر فوشيا وكل التوفيق. شكرا لكم أنه أتحتوا لي هالفرصة هي أحكي وفش قلبي يعني. شكرا.